رجا ناصر الدين، بدي لك اول شيء رمضان كريم. اليوم نحن بيروت رجعت تنبض بالحياه بفضل صوت الغد وبفضل الاستاذ حسين كثيره. خيمه اوتار امبارح كان في اول حلقه واليوم عم بتكرر السبحه. خبرنا هيك كيف كان اصداء اول حلقه واليوم شو رح نشوف؟ اول شيء بدي لك مساء الخير، يعطيك الف عافيه، ميرسي انك معنا اليوم عم تغطي هيدا الحدث. اذا بدك مثل ما عم تقول لانه ما في اجمالا غير نحن عم نعمل خيمه رمضانيه. بدي اقول انه مبسوط انه اول شيء رجعت على صوت الغد عم بعمل هيدا البرنامج، مبسوط بالضيوف اللي عم استضيفه، صار كثير ما شفتهم اصحابي وفي منهم مش بس اصحابي، في منهم رفقه انا وياهم اكثر من اصحاب يعني. بدي اقول اول شيء للاستاذ وديع ابو جوده صاحب اذاعه صوت الغد، بدي له يعطيك الف عافيه على كل المجهود، كمان للاستاذ حسين كثيره كمان بدي له يعطي الف عافيه، وهيدي ساء انه انا اكون موجود بهيدا البرنامج لانه برنامج صراحه كبير وفي مسؤوليه والضيوف كلهم عم بيكونوا هيك مهضومين لذيذين اصحاب، عم نحاول نجمع الاصحاب مع بعض بنفس الحلقه. بدي شغب شوي أكيد فيك. كنا عم نسمع رجا ورودولف، الناس بيعرفوا ليش صار رجا غير رودولف، يعني كل حدا صار انفصل مع أنه قلتوا بالسابق أنه مش ممكن يصير في فصل، ليش ناس بعد ما بتعرف؟ بدي لك شغله هلا، بس زلمه مره يتجوز وبيجيبوا ولد بيقولوا هيدا الولد او البنت ما رح نعطيه لحدا، هيدا لنا وملكنا. وبيرجع اخر شيء الولد بيتجوز بصير عنده عائله، البنت بتتجوز بصير عندها عائله. بالنتيجه نحن بشر وناس وعملنا برامج مع بعض 13 سنه ونجحنا وبعدنا عائله انا ورودولف. رودولف خي وصديق ومبسوط كثير بنجاحه، بدي له الله يوفقه بكل شيء عم يعمله. يعني ما رجعنا كفينا مع بعض، هو حب انه يكون لحاله وأنا حبيت أكون لحالي وهلا كل واحد ماشي، يمكن أو نحن على نفس المحطة الإعلامية للأس بي آي، هو عم بيعمل برنامج وأنا عم بعمل برنامج، كل واحد بمشي بطريق. بس الأهم والأكيد أنه ما في خلاف أنا وياه. صح، مشغبين على الشاشة ولكن في شعرة بين المشغب والوقح، يعني أنتوا بتعرفوا شو بتقدموا شو بتعملوا، والبرهان 13 سنة ما كانش في ولا هيك ولا عرجة. برامجك هلا اللي شفناه على كل مدى سنين، لما ترجع تشوفهم بتحب تحسن بشي برجع بتقول لا كان في شيء يمكن مرق غلط لازم حسنه بالبرنامج ان شاء الله يكون في شيء جديد؟ هلا خبرك شغلي، انا عن حالي، انا عن حلقه امبارح اذا في غير في قصص بغير، لانه كل يوم بشوف انه في شيء لازم يكون احلى وطور اكثر واشتغل على حالي، وهي مش فلسفه يعني، انا بطبيعتي هيك بحب انه اكون عم بعمل شغله يا بعملها مرتبه للاخير او ما بعملها. هلا اذا عم تحكي عن رجا من 13 سنه، انه من 13 سنه كنت اصغر، ما كان عندي هيدا النضج، ما كان عندي هيدا التفكير، ما كان عندي هيدا الشغف اذا بدك. اللي اليوم انا عندي شغف اكثر من قبل لانه عندي بحس بمسؤوليه اكثر من قبل، وما بغير لا، بكل شيء عملته بوقته كان حلو. مين الفنان اللي بعد عينك عليه بتقول لا بدي اعمل معه هيك حواركم مطول وفيه يمكن اشياء بعد ما بنعرفها عنه؟ أصالة، بحبها كتير لأصالة نصري، بحب شخصيتها، بحب أغنيها، بحب صوتها، ما بعرف عندي عشق لهيدي السيدة بحديثها بأغنيها بحريتها باستقلاليتها، بشوفها أنه في كتير قصص بعد فيها تطلع منها، ممكن إذا بحورها أنا ممكن خليهم يطلعوا منها، وبحبها وبوجه لها تحية وبقلها رمضان كريم. ممكن نشوفك على الشاشة الكبيرة هيك على السينما، مشروع ممثل كمان؟ بدي وجه تحية للأستاذ مروان حداد، عرض علي أنه أكون، بس أنا ما بعرف مثل يعني، ما بعرف أحفظ صراحة، ما بحفظ أنا إذا بتحط لي سكريبت ما بعرف أحفظ، عندي مشكل بهذا الموضوع، ما بحفظ عم بضيع بالأسماء أجمالا يعني، وهلا بعد كورونا والفاكسين صرت أكتر عندي هيدا الموضوع والنسيان بشرد إذا بدك. ما بعرف مثل، بس قلت له إذا في دور إعلامي ممكن أعمله يعني. بعيدا شوي عن أجواء رمضان، بدي لك مبروك اليوم كسرت بلجنة مهرجان الزمن الجميل، شو بتقول لكل الناس هيك اللي كمان باركوا لك؟ بدي أقول لهم شكرا، بدي أقول شكرا لدكتور هراتش المسؤولية اللي أعطاني إياها، بعدين حبيت التغطية يعني، حسيت حالي إنه فايت على يعني مثل هيدا المهرجان، مثل ما قلت إنه أنا فايت من قلبي وعقلي على هيدا المهرجان، حسيت إنه الكلمة وصل حقها من بعد ما شفت التغطية الكبيرة من 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 الصحافة ومن مواقع التواصل الاجتماعي. وأجمالا أنا دكتور هرات شوي صديق يعني، وبنفس الوقت بحب هيدا المهرجان وبحب التكريم اللي بيعمله هالشخصيات الكبيرة اللي الدولة اللي ما بتعمله هو عم يعمله، فأنا دائما بقوله من زمان من وقت ما بلش هيدا المهرجان.
ما بعد رمضان شو رح يحضرنا رجب؟ من بعد مساء الخير أهلا. من بعد رمضان هذا الحلو فيك الطبيعي ما بتعرف تمثل. من بعد رمضان أنا إذا أردت رح أكون بدبي. ما بقى رح أحكي كتير عن هذا الموضوع عن MBC وعن هيدا القصص. يعني بتقول مساء الخير للأستاذ مصطفى آغا، بدي لك أنه أنا بحبك كتير ومن الناس اللي بشوف حالي فيهم ومن الناس اللي أنت عم تحقق حلم كتير من الناس، بعتقد أنه رح أحقق لي حلمي أنت. ف بدي اقول انه في كتير مشاريع وان شاء الله تزبط. ما بقى احب احكي شو فيه وشو ايمتى وليه، لانه صدقني اوقات ما بكون في 100 شغله وبرجع ما بيزبط شيء، بيرجع بقول يا ريت ما قلت. انه فاللي بيزبط بيزبط، اللي ما بيزبط متكل على الله. قد ايه سقف عندك عالي هيك بالجراء مع الفنان مع الضيف؟ انا مثل ما انت عم بتقول انا على طبيعتي، يعني انا اذا بحب اسال سؤال بساله، بس انا دائما بحط حالي محل الضيف، ما بحب انسأل سؤال انه انا انحرج فيه بطريقه منا متوقعه. دائما في عندي ليميت، دائما في حدود للاسئله. فبس اذا بتسالني مثلا مع مين بحب اقدم برنامج مثلا، بقول لك بختار حدا بعرف اذا هي بتقبل، تمار افاكيان بحبها كثير. ايه هي صديقتنا وغاليه على قلبنا كلنا، ما شاء الله كمالها عم تظهر تمار. تحياتنا تمار. ما بعرف اذا هي بتقبل، بس انا دائما بفكر يعني مش لانك بوجهي، بس انه الغير بيعرف، يعني انه انا بحاكي بهيدا الموضوع. بحس حالي انه انا وياها على المسرح مش ببرنامج بس، بحس حالي على المسرح ممكن نعمل شيء حلو، واذا عملنا برنامج بعتقد انه بيكون كمان حلو. بدك نسألها تمار؟ خليها مفاجأة. شو رأيك تمار؟ يا تمار تمار خليك لا بدك تضل معنا. خلينا تمار. يس اور نو؟ مش يس، نيالي صراحة، لأنه الخبرة اللي عنده إياها وهيدا الكاريزما اللي عنده إياها إضافة لإلي على المسرح صراحة. شو ممكن تعطوا فكرة هيك سوا جديدة بعد؟ ما مفروض إذا عنا فكرة تطلع للعلن. اكزاكتلي ممكن في بس بتخيل كوننا اثنيناتنا مجتمعين بعمل مفروض إنه يكون غير شكل. بتشجعيه يمثل؟ هو قال لي أنا ما بعرف مثل. أنا بشجعه يعمل كل شيء هو بيشوف حاله فيه، كل شيء هو بيرتاح فيه، لأنه ما فينا نعمل شيء بالقوة. إذا فتنا بمجال منه شغفنا، بتخيل إنه قد ما اشتغلنا واجتهدنا ما فينا نقدم الأفضل. تمار تبعتي برامج المسلسلات الرمضانية وكمان رجع أي مسلسل عم تتابعوه أي ممثل أو ممثل إن كان لبناني أو عربي حبيته إنه تمثيله أو الدور اللي أخده؟ اجمالا لانه ما في كتير مسلسلات. اوكي، لانه في كتير مسلسلات، يعني في والتقينا على الام تي في وفي للموت. صراحه كتير حابب ماجي بغصن، بصمه برمضان، هيدا رمضان انه انا هي صار لي كتير ما شفتها، بدي اقول لها انه اشتقت لها. بس عن جد حاببها كتير شو عم تعمل هي ودانييلا واحمد الاحمد وباسم مغنيه واحمد الزين ورندا، يعني كل هيدا اللي عم يشتغل من الصغير للكبير شيء بياخذ العقل. حتى دوجة حجازي، حتى البنت الصغيره، يعني كلهم مسلسل متكامل. وانا عم بسمع اصداء كتير صراحه عن مسلسل والتقينا وعن نوال بري تحديدا كمان انه عامله شغل كتير حلو وكتير مهضومه، لانه بعرف مخرج بالاذاعه يعني ضل معتوق مغروم بتمثيله هلا، فكنا عم نحكي قبل ما اجي على الشغل هلا، فصار كتير ما قلت رحت على الشغل. تمار مين؟ أنا مثله بتعرف للموت عم تابعه، ما عم بيصير لي كتير تابع لأنه أنا برمضان ما عندي برنامج، فمفروض أني ارتاح شوي، ما كتير عم تابع، بعرف أنه رح أرجع لحق حالي بعدين، ولكن للموت شددنا من سنة الماضية وشددنا بكل هالبروباغندا الكبيرة يلي انعملت حول العمل واللي هي بمحلة أكيد. ماجي بغصن نقطة ضعف، دانييلا رحمي سبق اشتغلت معها كمان، اشتغلت بإيجل فيلمز، ما تسنت لي الفرصة بعد أني اشتغل مع ماجي، ولكن كمان هيدا حلم، بحبهم كتير، مبسوطة لنجاحهم وكل التوفيق. بيج بومينج عاملين أكيد. ماجي أنا بتبكيني وبتضحكني، عندك كاركتير أنا كتير يعني بعشق عشق جد. في مصطلحات عم يستعملوها مثل أبو مخطة ويا قراع وما بعرف شو، أوقات بتقول يا صغير، يعني أوقات بتتفاجئ إنه يا قراع معروف شو، يعني عنا باللبناني شو أوقات واحد بتتخيل له كلمة بتشعر بتقول عم بتقبل هيدا الموضوع من ماجي بغصن صراحة. بدي لكم شكرا، حنتبعكم بعد شوي بخيمة أوتار تنشوف شو الدردشة عبر صوت الغد، أكيد تنشوف شو الدردشة اللي حتصير. تابعونا. Thank you. مرسي، يعطيك ألف عافية. من موقع شارع الفن، رمضان كريم.